ومفيش محاضرات، يلا بينا. وتحية كبيرة جدا لواحد يعني هو بداية الفكرة ديت، كان واحد اسمه محمود سامي. محمود سامي هو خريج قسم ديكور من سنة 2010 ولغاية دلوقتي ليه كلية عشان هو حابب جدا الكلية، فهو اللي طلع فكرة فوفا تتحدث. بس دلوقتي عندنا مكتوب مارينا اسكندر تاني. فين مارينا اسكندر؟ باسم عماد. باسم عماد فين باسم؟ طيب اللي عايز يطلع يمسك الحديدة يجي كده ويكتب اسمه، ماشي؟ الله يا باسم، تحية كبيرة أوي لباسم. طيب كلنا عارفين أغنية حمام بتاعت محمد منير، مغنيها ثورة. سمع بكايا الحجر نهنه وجال مالك مالك، فتفت قلبي وانا ببكي على حالك حالك، في حاجة غالية عليك يا شاب ضيعانك. انا قلت ضاع الامل مني ومش امن مش امن، بحلم اعدي الزمن في نطة مش ضامن مش ضامن. يا حمام بتنوح ليه؟ فكرت عليا الحبايب يا حمام ضاع منك ايه؟ داوبتني كده طب ما انا دايب ده العمر واحلم فيه، كان حلم وطار من يدي. يا حمام بتنوح ليه؟ فكرت عليا الحبايب يا حمام ضاع منك ايه؟ داوبتني كده طب ما انا دايب ده العمر واحلم فيه، كان حلم وطار من يدي. عيب قد سحر اول وحش بين عيون الناس اختار جوز العيون اللي قتلني، عيب اقول على نفسي اختار اقول والي في روحي هجرني. من بين عيون الناس اختار جوز العيون اللي قتلني، وانا يا حمام زيك مايح والحزن ده مليون ورايح. انا يا حمام زيك مايح والحزن ده لون ورايح، سهم الهوى دايما صايب يا حمام بتنوح ليه؟ فكرت عليا الحبايب يا حمام ضاع منك ايه؟ تحية كبيرة أوي لباسم. بلال يلا.